دعم القطاعات السياحية والزراعية. افتتح وزير الموارد المائية ووزير السياحة والآثار عدة مشاريع في المحافظة، وأبرزها مشروع بحيرة المدينة الآثارية وتبطين العديد من الجداول باللحاف الخرساني، وبحضور الحكومة التشريعية والتنفيذية وعدد من المزارعين والفلاحين الذين كانوا يعانون سابقا من عدم إيصال الحصة المائية. هذا المشروع وهو تبطين جدول بابل، الجزء الصدري من جدول بابل. هذا الجدول الذي مر بأمور عديدة طبعا لم يكن يتحقق هذا الإنجاز لولا التوجيه الذي أرسله دولة رئيس الوزراء. المحافظة الأولى سياحيا، والمحافظة الأولى زراعيا، والمحافظة الأولى صناعيا. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبهمة غيارة وزارة مديرية وزارة الموارد المائية نفتتح مشروعا آخر لهذه الوزارة من جانبها أكدت الحكومة المحلية في بابل على المضي قدما لإنجاز المشاريع في جميع القطاعات سيما التي تهم السياحة والزراعة. حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء بالزيارة الأخيرة إلى محافظة بابل، تمت المباشرة بأعمال تبطين جدول بابل وبطولة 4 كيلو متر، نسب الإنجاز 100%. الهدف من المشروع هو الحد من التجاوزات والقضاء على الضاعات المائية وإيصال المياه إلى مجمعات الإسالة في ذنائب الجدول. تم افتتاح وتبطين جدول بابل من كيلومتر 0 إلى كيلومتر 6.4 بتوجيه معالي وزير الموارد المائية المحترم بضرورة إكمال هذا التبطين اللي يعتبر من أهم المشاريع الحيوية على مستوى المحافظة، والحمد لله أنجز بكوادر هيئة العمل سنة مشاريع الري والبازل وإدارة اللحاف الخرسانية وبمتابعة مديرة الموارد المائية في بابل أنجز العمل بشكل تام، ويعتبر من أهم المشاريع كونه يعمل على رفع كفاءة النقل. سيد معالي وزير الموارد المائية على هذه الخطوة الجبارة والتقنية الحديثة لتبطين جدول بابل حتى نقضي على التجاوزات وكذلك نقضي على ضاعات للمياه ووصول المياه إلى أذناب هذه الجداول وكذلك وصول المياه الصالحة للشرب أيضا إلى المجمعات المياه لأن تكون إنسابية صحيحة بالنسبة لتبطين هذه الجداول. ونتمنى من السيد معالي وزير الموارد المائية أن يحذو لجميع جداول محافظة بابل بالتبطين أسوة بجدول بابل. وتعد المحافظة غالية بالموارد الاقتصادية على مختلف القطاعات، وتعمل الحكومة المحلية على إنجاز جميع المشاريع التي تخدم المواطن. من محافظة بابل جواد الشمري.